حطونا قداحة، جيبوا لنا قداحة محمد. وين عزبتك؟ محمد محمد لبيك. يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال لال يا لال يا لال لال يا لال يا لال يا لال طرت قلبي وش تبى قلي قلي اي ما تتقي ما منتقى والرب ستر ضافي يا لا لا يا لا 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 يا لا دامي هنا موتك دانا معدن يجي من دونك من دونك تبات خيب ظنونك دامي هنا موتك دانا معدن يجي من دونك يا لا 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 ماني مجازي كيف صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت لعياني ولك دم ها ايش شل 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 فوق 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 هنا سلام لا 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 كذا كذا الحمد لله ها لا لا بالغش ماني مجازك في بس 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 يقول طالت الخوة تبين العذاريب الله سبحان الله والله اني ما توقعت انك تطلع ليش؟ اني ما توقعت ما توقعت ما مستحيل مستحيل يا اخي بصراحة 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 يعني انت ما يعني فين يعني انت ماني والله بلحن بوجهك لكن افضل الناس الواجد الحمد لله توفيق الله ولا عندي ولا عندي انك تطلع بالنهايه يمكن اي بالنهايه اقول يمكن ما وقتي طلعت فيه مستحيل لا بالعكس برايم السابع والثامن برايمات قويه هذه قويه لكن انت فينا افضل من الناس الواجد هنا توفيق هذه خلاص نصيب ان شاء الله اكيد نصيب لكن والله الشاب اللي ما ادري شو شكله هذه عطني عطني عطني, عطني. لا تشتبهي ابو حصه شب هناك شو وضع هذا ها ها اي نبي نسوي الحين نبي نسوي نبي نسوي ايه الله يرحمه تعال تعال هات حلوى عمانيه تعال غير بقهوه علم بقى ماني مجازك في صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت لعياني ولا قدام من شانك وانت ولا شيء
سويت علشاني فزيت لك يوم شفت اسمك وعنوانك لو كان ما تنتمل اسمي وعنواني خلاص ماني بمت عني علشانك ودعتك الله وتلقى واحد ذاك يعل صوتك حتى انت ما ينقطع يا ابو حور. والله اني فرقت له وسأل الشباب والله اني اذكرك وانا في انا اقول وين هو يا اخوي اللي من اول يوم وهو يغني يبعد عين. يغني بالغناء القديم الاول الجميل يعلق ما تفقد غالي حطنا خشب هذا حطنا خشب حطين والله اني ما نسيتك يا خوي يوم كل الناس تفخر باخوياها يوم كل الناس تفخر باخوياها الله يطول عمرك يا ابو حور الوالده بشرني من عز الله ان قليل برجال مثلك اقولها بوجهك وقفاك والله شوف صلاه النبي انا عشرت رجال وعشرت وشفت وهذا لكن والله قليل برجال مثلك قل لا اله الا الله انا بعلمك بشيء انطبت عطني انطبت فهو والله من المطاليق اللي مثلك وشرواك تعلم منهم العلوم الغانمه تعلم منهم الفزع لا والله الطيب من وانت رديت في هذا هذه نقص مني عند اخويا تقول الطيب من نكذب لما احنا نكذب مع بعض الطيب الله حطه بقلب النساء لا تقول لي من اعلان على في علي عبد المناطق سلام مرحبو مرحبو عرف التشيز كيك التشيز كيك وهي فاكهه تلتف بالبلاستيك وياكلها الانسان يحسب البلاستيك حلويه اكرم اي والله انا قلت بس الحمد لله الحمد لله الله كله عطيني ايش رايك في لا لحظه اقول لك ايش رايك في النار اللي امس يوم الشيخ كلام 100% ابشر بس اعطيني واحده الحين اعطيني هنا بحبيبي سم اعطيني تبغى صغير ولا كبير بس اللي عندك ذي مالك ملاحقة الله عطاك يد عذبوني البيض ما ادري على وش عازلون قلت انا هل نبي اللي يبينا عية النفس تبغي واللي نبي عية البخت لا يجيبه اللي نبي عية البخت لا يجيبه الله أكبر هذه شاعرة يقولون وش اسمها وش اسمها يقولون شاعرة قد ماتت لا ماتت طبعا وش اسمها وش اسمها ضاوي ما ادري شو اسمها لا لا شو اسمها هي الشاعرة ما نسيت طبعا انت انا بعلمكم بعلمكم بحاجه احنا لقينا عندنا عزيمه عازمين رجال خاصنا جناب وكذا جابه وابوي يبغى المناره توقفه ايوه لازم تقوم العيدان كذا يا سلام توصل لهنا ابوي مره طول عمر قال ابغي قال ابي لك طيب محمد لا توقف محمد يعني ابغى زبطي طيب ابغى زبطي خلاص بجي قال لي ابوي مره قال ابغيك تسوي لي مناره لكم قلت على وجهي وادق له بشبك شفت الشبك شبك حديد صلع رسول الله وامله صلع رسول الله يوم رحت اطلع المسجد ليش تاخذ حذياني ما عاد عندي حذيان الله يعينك واذا ما عاد عندك تحول شوف فيه حق جابر حق جابر انا طلعت حافي حذيان انا وين طب ازعل عليك ابو ثور بعطيك الله يهديك يا الله شوه سمعتي اعلاميا الله لا يحفظك شلحت سمعتي اعلاميا انت شلحت شلحتني يا اخوي حتى الحذاين يا اخوي خطويا لا احد يجيبه مشتاق يا المحزم المليان ثلاث اقفال من يوم دخلنا زد رصيدي ثلاث اقفال لا يفوتك غبي ثلاث اقفال ويغير الرقم ويعلمني انا الحمد لله مرتاح انا ملاحظ شغله بس اذا طلبني اعطيه اعلمه على طول وش ملاحظ شغله بحق وش خلال غيابي اسبوعين اول ما جينا على القريه كان كل واحد محتفظ بقفله والله الحمد لله فتت القريه ما حطيت قفل على خزانتي من الحين ولا من اول نول سراويل فناي الله يبارك اي والله سراويل فناي ليش احط اشوف الان الكل صاير ما في قفل لا والله قوم هم تخيل ناف ذاك انا نحتاج سروال اخذ كارديال بس يا ما يجن علي هذا كبره ما عليك اجيك انا الحمد لله من يوم دخلت للحين ما سويت قفل انا وياك هذا اكثر من ان شاء الله تقول ما في شيء انا شنطه والله ما في شيء والله في انا شنطه والله ما في شيء والله في شرير بعائله ثلاث ايام عمانيه وسروالين بخربك بخربك خربني الشرابات ولا
من عند قال قاضي خربك. شوف شوف الشرابات من عند علي. ايوه الشرابات من عند علي. شرابات عالية. والكوت كوت ابو بحو. والكنادير كناديري. والله عزك السراويل كل ساعة اشتري من عند واحد ما عندي ما اشتريت انا شاري وزر ولا استخدمت الادارة قالوا لا تلبس. زين شوف هذه الحال والقطر ابى اشكلهم شلوها سبع قطر بقيت لي قطر واحده والله شلوها واجي واجي الساعه اللي مهدني اياها عبد القادر تستاهل الطيب تستاهل الخير يا عبد الشرب اطلق منها بس خلنا نطلع والله احتزم على الرجال قتله الندم على الخام اطلق شيء تدري انه قتله الندم من هداك قول لي ليش ليه لانك عندك دولاب مقفل على طول يا اخي يوم دخلنا رصيدك مفتوح ما يلا عمرك بيبان يفتح الخير اقدح اقول والله من يوم دخلت لا هذه تقول هذا شو اسمه قفل قفل لا قفل حتى عند ملابس عند راسي وجاهز 24 ساعه لا انت على كلام ما حد جاي انا انت تناب نفس كذا تروح تناب تصحى اليوم الثاني مره قعدت 12 يوم يا ابو جد والله العظيم تناب نفس انت قبل حلف النوم ها قبل بالهاب بالهاب شيء والله البارح نمت كذا والله والله كذا نمت كذا اي والله انه نافذ والله اني شايفه عشان لا حط عشان كذا ابو حور ابو حور عشان لو تصير حركه شيء على طول اقوم بالهم الهاب حركه ايش مثلا اما اغتيال ما ادري ما ادري ابو حريق شيء يلا بتصير حركه لا هو يكشخ عشان الحل عندك لا لا عندك شيء والله كاشخ صدق عندك اي والله بالامس نايم مدري ايش علمنا يا فوز والله انا متوقع نايم كذا ما هي مشكله يا عيوني عيونك علشان يا عيوني انت علشان لو يصير حريق شيء لا صدق والله حريق شيء حرطم جاهز ملابس افقع وامشي كليت من العسل اي والله يعطيك العافيه كيف ما شاء الله ما شاء الله اسال عبد القادر انا ما بدون عبد القادر انا ذاك عبد القادر تدري ايش سمعتي ليش يقول لذيذ والله انا ما شاء الله اقسم بالله يا ولد لعب فيه لعب فيه لعب 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 والله ما عمري ذقت مثله يا ابو ايش قال لي قال يا حلو والله انت انت رفيقي وابن عمي يا ولد انت مسوي فيه شيء والله العظيم ايش تي حلو حلو ليه قال يا ولد ذبحني هذا بروتين كلك ما شاء الله ما شاء الله بس بعد ما يسوي لك كذا المره الثانيه اذا انتهى بطنك وزابط كل شيء ما عاد يضرك الحين توزعت على عرف اللحمين ولا شيء يعني من الدجاج باي مكان في حساب في الانستغرام في ارقام تواصل لا ابي مثلا مكان مثلا بالرياض الله يحييك تبو عندنا من الديره يشحنون لجميع مناطق انا اطلب بلاش. اطلب بتوصيل عسل ابو حور الى الاردن باذن الله والله بيكون لي وكيل نعم والله البارح خذيت عسل ابو حور اقسم بالله بيجي محمد مطيري لاني انا ما كنت موجود يوم جاء العشاء والقطة ونروح ندق فيه قسطه جبن ابو محمد والله انا اخذها يا رجل جديد ما هو عشان ارحب براس اقول يا رجل عسل عسل صح ما هو يستاهل والله ابو حور نشري الكبر ذا 900000 انا سميتك نحلة القرية ترى هذا صرت نحلة القرية صرت وكيل بالاردن ان شاء الله ان شاء الله لانه يروح بس على الازهار ابو حور يروح على الازهار ابو حور متاكد هي نحلة ابو حور ابو حور غلطان لا نحلة غلطان ابو حور نحلة وري وري تخيل ان جابر الحين وردة ورد تخيل شوك هذا يوم طلعت من المسجد لورا قلت له شرق بوش دخل والله ما شاء الله عليه فواز عوده والله الساعه 3 تلاقيه في الاسياب يعطيها الرجال مواوي ترى هذه من الطراق انا امس حولي راقد من جنبي بالسرير جنبي خلاك كذا يا لا 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 هو والله انه هو يا رجال والله يا اخي تلومه عديته يا اخي قبل
من اول زيها لا هو مبني ولا لا بيطيح 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 والله قدري ما ارقد على صدره اقسم بالله يقول حتى بنته الصغيره يقول ما تنام الا لا لا انا مدمن اسمع يوتيوب شوف شوف اسمع اسمع فيصل هل عندكم الحاله ذي حتى هو يقول ابارح اسمع فيصل اسمع فيصل يوتيوب اي شيء اسمع فيصل يا سلام يا بصور يا سلام يا سلام جات الحاله جات الحاله سؤال السؤال اللي يطرح نفسه ليش يا فواز انت دائما دندن وهو ما تكتب شعر قصيد مش عندك غير شعر ودندن انت يزينك ساكت انت هات قص اسرع قص في العالم لا جاوبه جاوبه يا ابو لا جاوب جاوب فجر وجيب سؤال ما في شيء والله سؤال وش سؤالك سؤال ايش السؤال اصلا ما فهمت ليش انت دائما حصلك يا فواز جالس على الاريكه او جالس على الاريكه او جالس على المركاز ودائما ماسك الدفتر حقك وتكتب القصائد يا سلام عليك جواب في محله سؤال في محله لكن والله يا زين الابتسام اللي صدق والله والله تصلع يا اخي احس ما هي لا والله بالعكس لا قادح والله والله, والله احس ان اول احسن تقدر خلاص خليها بالله واحد يشتغل اضحك لا يعني كمل اعطى اعطى محمد يا عيوني عيوني صدام لكسس على هاي لوكس 82 انا بقول لكم حاجه خليك كمل جواب يا ابو حور التصوير صح ابو حور خليك كمل جواب هات والله يا حبيبي اول شيء يا عيوني يا عيون عيوني يا عيون عيوني اول شيء احنا مسلمين صح احنا مسلمين طبعا طيب بعد عيال عيال في واحد يا عيال دبلوماسي اجابته دبلوماسي خلوا يقدح خلوا او شيء احنا مسلمين زين طيب والاسلام يا طول العمر يعني خص بالشعر وما الشعر صح الشعر ديواننا العرب قديم جميل خلص طيب بدال لا صايح اكتب شيء قصيد يعني قصدك عبد القادر وابو حور صايحوا يا زين انت مالك دخل يا زين ليه عم لا تدخل يا عيوني كذا لا يا عيوني يا ولد حنا سولف انت جالس مع رجيجي لو انت ليش تحط تسيء الظن ليش انا اسالك هذا كلامك انت سئت الظن انت نار مشبك وش معنى اخترت اثنين دول انت تقول صح ما في احد صايح على بحور والله ونعم والله ونعم يعني قصدك ان الحين خلاص نطلع من القريه ونخلي القريه تنحي قصايد خليها قصايد والله يقول لك كلها قصايد هو الرجل يقول لك انا تعال الرجل يقول في ناس تصايح من هم هذا سؤالي انا لا جابر ارجع كلها تصايح جابر ارجع كلها تصايح يا جابر ارجع هو اللي فهمت انه بدال ما يضيع وانكم نفتح نقاش شيء ما يفيد يضيع بيض الله وجهك والله ما تقول والله لقو خلوها خلوها ما اكذب الاثنين دول الا ابليس 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 خلوها يا رجال خلوها خلوها يقول يا فواز اللي جيت انا يا فواز اللي جيت انا من بعيد الدار بيض الله وجهك مرحبا بك مرحبا باللي لفيت به جيت انا والدار 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 مرحبا بك ولا عد من اسكت قفلها هذا سؤال صريح مره ثانيه انت تستقبل الاسئله الصريحه ولا ما تستقبل لا لا ما استقبل ما استقبل خلاص انا تعب نفسي في السؤال